أنا اسمي بيبا. هذا أخي الصغير جورج. هذه مامي بيك. وهذا دادي بيك. بيبا بيك. الحمارة دلفين. مرحبا، دادي بيك يتحدث. مسيو بيك، كومون تاليفو؟ يوجد خطب بالهاتف. كيف يفي دون لا غران بريتانيا؟ إليا دلا بلو. أترين؟ الهاتف يتحدث بغرابة. ألو، كومون تاليفو؟ ألو مسيو. إسكو دلفين بو ريستي بور أن جور؟ وي. إل فيان جوست دو بروند لو ترين. أوروار، هذا مسيو حمار، يتحدث الفرنسية. خطر هذا ببالي. أمي، ماذا قال مسيو حمار لك؟ سأل لو يمكن لدلفين الصغيرة زيارتنا. أوه جيد. الحمارة دلفين هي صديقة بيبا المميزة جدا من فرنسا. دلفين ستأتي لممارسة التحدث بالعربية. مرحبا. فلنسرع، سيصل قطار دلفين قريبا. آخر محطة، تغيير كلي. هذا قطار دلفين. دلفين بونجور. بونجور بالفرنسية صباح الخير. بونجور. بونجور. بونجور سيد حمار. يا إلهي، هل هذه الحقيبة الكبيرة لدلفين؟ نعم، دلفين أحضرت أشياء قليلة لزيارتها. أشياء ليست لديكم هنا. جبن، خبز، طماطم، ماء. أوروار دلفين، سأخذك في مساء الغد. أين سأضع حقيبة دلفين؟ في غرفتي، في أعلى المنزل يا أبي. وهذه الحقيبة لليلة واحدة؟ أوه نعم، لهذا أحضرت حقيبة صغيرة فقط. دلفين جاءت لتمارس التحدث بالعربية، لذا علينا مساعدتها جميعا. حسنا يا أمي. أولاً علي التأسف، لا أتحدث العربية بشكل جيد. تتحدثينها بشكل معقول. أنت طيب للغاية مسيو بيغ، لكن هل يمكنني السؤال بخصوص التحدث بالعربية؟ بالطبع، أنا خبير في التحدث، تفضلي بالسؤال. هل الأفعال الموجودة في العربية كلها أفعال ماضية أم أفعل أمر؟ في الواقع تأخر الوقت، أن أرتب سرير دلفين؟ أمي، أمي، أتنام دلفين في سريري بوسادة على كل جانب. فكرة جيدة. بيبا ودلفين ينامان على كل جانب من نفس السرير. يا أطفال، هيا إلى النوم. غدا يومكم مشغول، دلفين ستزور مجموعة لعبكم. واو، دوغمي بيان. دوغمي بيان، ليلة سعيدة بالفرنسية. لست ناعسة إطلاقا. لنغني أغنية تجعلنا ننام. أجل. فريرو جاك، فريرو جاك، دورمي فو، دورمي فو، سوني لي ماتين. أغنية دلفين الفرنسية الجميلة تسببت بنوم الجميع. دلفين جاءت لزيارة مجموعة لاعب بيبا. غزال، هذه صديقتي الفرنسية الحمارة دلفين. بونجور. بونجور دلفين. لقد غنت دلفين أغنية فرنسية جميلة بالأمس، أيمكننا تعليمها أغنية عربية؟ ماذا عن أغنية بينج بونج؟ نعم، غني لي أغنية بينج بونج، ستكون جيدة للغتي. حسناً. سنعزف لحنا ونغني أغنية مع بينج وبونج وبينج. بونج بينج بو، بينج بونج بينج، بينج بونج بينج بينج بو. بونج بينج بو، بينج بونج بينج، بينج بونج بينج بينج بو. جيد، تعلمت الكثير من الكلمات اليوم. بينج بونج بينجلي بانجلي بو. بيبا بيج. مرحبا جراند بابا بيج. بابا إيج. مرحبا بيبا، مرحبا جورج. جدي، ما الذي تفعله؟ أنا أزرع حديقة زهور. أوه. ها
هذه البذور ستنمو لتصبح زهورا جميلة. أنا أضع البذور في الأرض ثم أغطي البذور بالتراب. إلى أين ذهبت؟ إن البذور قد اختفت. هذا غريب، واثق أنني وضعت بعض البذور هنا. أجل يا جدي، رأيناك. لكنها ليست هنا الآن، إذن علي فقط أن أقوم باستخدام المزيد. كما كنت أقول، أنا ببساطة أضع البذور في الأرض. هناك طائر صغير يأكل بذور زهور جرانبا بيك. أي، ابتعد عن بذوري. إذن هذا سبب اختفاء كل بذوري. إنها في بطن هذا الطائر الصغير. طائران آخران يأكلان بذور زهور جرانبا بيك. أوه، انظرا. ما كل هذه الضوضاء؟ جراني بيج، الطيور تأكل كل بذور زهوري. سنطاردها لتذهب بعيدا. لا فائدة من مطاردتها، ستعود ثانية. انظروا، نحتاج إلى فزاعة. وما هي الفزاعة؟ الفزاعة هي رجل قش يخيف الطيور ويبعدها. يا لها من فكرة رائعة جراني بيج، سأصنع واحدة. هيا بنا جميعا. وداعا أيتها الطيور، نحن سوف نصنع فزاعة. هذا مخزن أدوات جرانبا بيج. سوف يكون هناك الكثير من الأشياء لصنع الفزاعة. أولا نحتاج إلى عودين خشب وخيط. سوف نجدها. بيبا بيج. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنب ريتشارد. مرحبا جميعا. مرحبا. هل أستطيع ركوب اللعبة الدوارة؟ اصعدي يا ريبيكا. لندورها بشكل سريع جدا. الأرنب ريتشارد يريد ركوب اللعبة الدوارة. إن صعد ريتشارد يعني أننا لن نسرع في الدوران. يستطيع ريتشارد اللعب مع جورج. ريتشارد، أتود اللعب مع جورج؟ لا، جورج لديه ديناصور مثلك، لنذهب ونراه. الأرنب ريتشارد بنفس عمر جورج. ريتشارد يريد رؤية الديناصور. ديناصور. جورج، أيمكن لريتشارد اللعب بديناصورك؟ لا. ريتشارد، أيمكن لجورج اللعب؟ لا. جورج وريتشارد لا يريدان مشاركة ديناصوريهما. جورج، اللعب سيكون ممتعاً أكثر لو شاركته. كان هذا لطفاً من جورج. ديناصور. جورج لا يحب المشاركة. ريتشارد، دع جورج يمسك الديناصور الآن. ريتشارد لا يحب المشاركة أيضاً. لما كل ذلك البكاء؟ جورج وريتشارد يبكيان دائماً عندما يلعبان معاً. إنهما صغيران جداً على اللعب بشكل لائق. أتعلمهما كيف يلعبان معاً؟ بالتأكيد، نستطيع المساعدة في بناء قلاع رملية. فكرة جيدة، هيا إلى مكان الرمل. جورج وريتشارد يحبان مكان الرمل. جورج، ريتشارد، اليوم سوف نبني قلاعا رملية. بيبا بيج. هذه حقيبة ملابس قديمة. جورج وجد فستانا. جورج المضحك، السيد فزاعة لا يريد ارتداء فستان. وجدت بيبا معطفا. جيد جدا بيبا. جورج وجد قبعة. جيد جدا يا جورج. السيد فزاعة يحتاج لوجه. هذا صحيح، أتودين أنت وجورج أن ترسم وجها؟ أجل أرجوك. جورج يرسم العينين والأنف. بيبا ترسم الفم. رائع جدا. السيد فزاعة مستعد. مرحبا. الطيور الصغيرة تبحث عن بذور زهور جرانبا بيج. انظر، الطيور الصغيرة عادت. لا تقلق يا بيبا، السيد فزاعة سوف يبعدهم. نجح الأمر، السيد فزاعة أخاف الطيور وأبعدها. مرحبا. جيد، الآن لن تؤكل بذوري ثانية. أوه يا
جدي، تبدو الطيور حزينة جدا. أجل، لابد أنها جائعة، لذلك أحضرت هذا. ما هذا يا جدتي؟ حاوية طعام الطيور. أيها الجد، أحصل على بعض البذور؟ تعالي يا طيور، وقت الغداء. الآن الطيور لديها بذورها. مرحى، الطيور الصغيرة سعيدة. بابا سعيدة لأن بذور زهور جرانبا بيج لن تؤكل، لكنها سعيدة أكثر لأن الطيور الصغيرة لن تظل جائعة. بابا بيج، أولاً سوف نملأ الضلاء بالرمل، ثم نقوم بقلب الضلاء ونتركها تركة خفيفة. والآن نرفع الضلاء بكل سرعة. ريتشارد بنى قلعة رملية. هيا بسرعة. وجورج أيضاً بنى قلعة رملية. رأيتما؟ اللعب معاً شيء ممتع. يا إلهي، هذه اللعبة لم تسد بشكل جيد. كانت هذه غلطة أخيك، لقد حطم قلعة جورج الرملية. أخوك هو من حطم قلعة أخي الرملية أولاً. اهدأوا اهدأوا، أنتما الكبيرتان كان عليكما أن تعلما. هذا صحيح، نحن كبيرتان، وجورج وريتشارد صغيران جداً لكي يلعبا معاً جيداً. أنا لدي فكرة. جورج، ما هو أكثر شيء تفضله في هذا الملعب؟ أرجوحة. جورج يحب الأرجوحة. أرجوحة. من الصعب اللعب بالأرجوحة بمفردك. ريتشارد يريد اللعب بالأرجوحة. أرجوحة أرجوحة أرجوحة. انظري، جورج وريتشارد يلعبان معا. أرجوحة 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 أرجوحة. جورج يحب ريتشارد، ريتشارد يحب جورج، جورج وريتشارد يلعبان معا. أرجوحة جميلة. بيبا بيج.